صندوق دعم السياحه هو خاص بمساعده ومسانده المستثمرين لتطوير قصه السياحه في مصر، لو تعثروا لسبب من الاسباب يقدروا يسدوا معاهم بعض المديونات اللي عليهم للناس اللي بتشتغل، ولا الفكره من الاساس قائمه على دعم العاملين والموظفين والفئات اللي تحت القيادات في المؤسسات الاقتصاديه، ولا الاثنين مع بعض ممكن؟ بص شوف حكايه، النهارده صاحب المنشاه السياحيه بيبقى عنده 15000 عامل، كويس؟ مهما كان هو بيكسب، النهارده لما بتيجي بتحصل اي مشكله ممكن يصمت شهر شهرين ثلاثه، وبعدين يمشي بنظام نص مرتب، وبعدين ربع مرتب، بعدين يبقى مش عارف يعمل ايه، لانه بتبقى دي بردن رهيب. هو حساباته ان السياحه شغاله، فالمكاسب كذا داخل فيها المرتبات. النهارده انت حضرتك بتروح لبيوت الخبره اللي هي التامين، وكلهم بيسعوا اليك اول ما تعلن بالاعداد دي وبالاشتراكات، الناس بتيجي تشترك، وبتكسب شركات التامين ما بتبقاش خسرانه، بتحسبها كويس جدا وبتعمل حسابات. لا قدر الله حصل اي حاجه، انت هيدفعوا لك مرتب عشان ما يأذيش صاحب العمل. ده بالعكس ده مريح جدا لاصحاب الفنادق واصحاب الشركات والسائقين والبحريه والفلايكيه، كل قطاع السياحه، كل من له علاقه بالسياحه اهلا وسهلا يجي ينضم بقى، عشان ما نبقاش زي ما بيقولوا برد، ما نبقاش حمل على الدوله بعد كده. ليه؟ لانه كل واحد هيشترك. كذلك المرشدين السياحيين، انت النهارده ما عندكش تامين صحي لانك ما كنتش عارف تلم عدد، النهارده الوزاره هتقول لك لا تعال خش. لكن احنا في الاساس يا استاذ وليد في نقابه موجوده صح؟ اي فندم. طيب سؤال مها سالته لك ولكن حضرتك يعني لم تجبها اجابه شافيه، ما هو او ما هي القيمه المضافه من هذا الصندوق؟ ما الذي سيوفره هذا الصندوق إضافة لنقابة السياحيين أو المرشدين السياحيين؟ إيه الإضافة؟ إحنا عندنا أوريدي نقابة المفترض هي بتحافظ على الناس وبتجيب لهم حقوقهم وما إلى ذلك. إيه الإضافة اللي عملها الصندوق ده في نقابة؟ نقابة المرشدين السياحيين عندها أعداد، ولكن ما كانش حد بيشترك لأنها بتقل، لذلك ما بتقدرش تحصل على تأمين جيد. يعني دلوقتي الاشتراك هيكون ملزم؟ إن شاء الله طبعًا. لازم بقى يبقى فيه، بس الالزام بيجي بقانون، لكن اي انسان ذكي، اي انسان ذكي دلوقتي بيدور على مستقبله ومستقبل اولاده، لانه ده بيعمل لحضرتك صندوق تامين، بيعمل معاشات، بيعمل حاجات كتيره جدا في كل انسان. بيعمل حضرتك انت نفسك يا استاذه مها في المحطه عندكم مثلا، عندكم تامين صحي، انت بيقول لك ممكن تاخديه 50% ولا تاخديه 100%، كل انسان وذكائه ان هو ياخد احسن حاجه. هيبقى في امكانيه، احنا ما كانش عندنا امكانيه ان احنا نشترك في تامينات او في حاجات او نعمل تامين صحي جيد، لانه الاعداد بتبقى ضعيفه. النهارده الاعداد الكبيره هتخلي الاشتراك ثمنه قليل والاشتراك جيد والحاجه كويسه، فدي مظله تامينيه محترمه. احنا ما عندناش، شوفي حضرتك انا مثلا مرشد سياحي ما عندناش بطاقه تموين، لان احنا تصنيفنا في القوانين لحد ما محتاج تصحيح. النقابه الحاليه موقوفه شويه لانه صدر ضدها حكم بانها مش موجوده من شهر 6/2018، وفي طعن وفي مشاكل قانونيه، فهم هيشوفوه في المحاكم. انما حاليا اي واحد ذكي يجري بسرعه اول ما يعلن هذا الصندوق ويشترك على طول، لانه مستقبليا قدام لما هيكون بعد الشر في اي حاجه وحشه يبقى ده هيضمن لك دخل شهري ثابت. امتى هيعلن هذا الصندوق يا فندم، وامتى هيتم التفعيل، تفعيل تنفيذ هم اعلنوا عنه امبارح. التفعيل بقى بياخد شويه وقت، يعني حاجات بسيطه الى ما الناس تيجي تشترك، لكن الخبر انا سمعته امبارح بالليل، حاجه والله مفرحه وحاجه جميله جدا، لانه ده ضمان كل بني ادم هيفكر دلوقتي في مستقبله كويس، والسياحه مش هتبقى مهنه مخاطر، لانه النهارده الواحد هيرسم مستقبله. انا عن نفسي لو هيعملوا تامين صحي هاخد نسبه 100% اللي هو ما فيهوش تحمل، اي ممكن يكون غالي سنه، الشاب الصغير ممكن ياخد ابو 50%، هيبقى فيها درجات، هيبقى فيها تنوع، ولكن ده فكر تاني. انا عاوز اقول لحضرتك ده فكر مستنير جدا، ان احنا نفكر لقدام عشان لما تيجي ازمه تاني قدام بعد الشر، يعني يبقى على الاقل نبقى احنا ان شاء الله ما يكونش في ازمات. بخبره حضرتك يا استاذ وليد، بخبره حضرتك عدد المتوقع انه ينضم لهذا الصندوق، وبالتالي متوقع راس ماله يكون كام، وهل هيكون في تكامل وتنسيق مع نقابه المرشدين السياحيين، ولا ربما يكون في تقاطع؟ لا، من الذكاء انه ما يبقاش في تقاطع، بالعكس لازم يكون في تكامل. ده من الذكاء،